أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط خلال مؤتمر صحفي، أكد أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية. يعني بقدر هذا قرار سيادي ديال تدبير التأشيرات المغرب ما كيتناقش فيه، ولكن بقدر بأن الأسباب اللي مذكورة وراءه كيخصها نوع من التدقيق، كيخصها نوع من النقاش، لأنها ما كتعكش الحقيقة ديال تعاون قنصلي مهم، حقيقة ديال واحد المقاربة اللي قائمة على المسؤولية اللي كيتعامل فيها المغرب، واللي كيبينها تقديم لهاد وثائق المرور. طبيعة الحال الناس قال عندهم وثائق المرور ما قدروش يجيو، لكن ماشي لانه ما عندهمش الوثيقه، لان ما داروش البي سي ار، والبي سي ار هذه مساله ديال السلطات الفرنسيه بوحدها، ولكن المغرب ما يمكنلوش يغير يدير قوانين خاصه باش يقول اللي جاي من هذه البلاد يجيب له بي سي ار واللي جاي من بلاد اخرى خصو يديرها. فبقدر ما قلت القرار سيادي المغرب غادي يدرسو وغادي يتباحث فيه، ولكن بقدر بان التبريرات اللي تعطات له ما كتبانش بأنها ملائمة وما كتعكش حقيقة التعاون القنصلي في محاربة الهجرة، ولكن المغرب غادي يتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.